هاي أشهر شقة بلبنان موجودة هون، شقة الميتين، هاي بنية فتح الإسلام. تعرف تطلع وين ادخل اي طابق؟ الوقت صعب. هي بهالبنايه يعني؟ هي بهالبنايه ايه. بدك تساعدها، بدك تكون شوي احن من هيك يعني. بس بالنهايه مثل ما بتعرفي انت انا موظف هيك. ما خلص عم برقني هيك. بس قلي وين؟ اي طابق؟ طب بالاول. بالاول اي يمين ولا شمال؟ خلص تعود على صوت الدرع لو بتعرفني حالي. شو اقدر؟ فينا بس احكي معك ولا لا؟ ايه فينا نفوت؟ شو في الشقة شو فيها كان؟ لا والله ما بتعرف؟ سوري حضرتك؟ ما بتعرف الشقة شو كان فيها؟ هي شقة الميتين. سامعين عنها؟ لا والله لما سكنت شفت البناء المقابيلة فيها خردة رصاص، عم قول لهم كأنهم ضربوا رصاص، عن جد ضحك علي، قال لي كل ما تشوفي في اخواتي بتحكي تقولي انت عم تقولي عن جد قال كان هون في شو فتح الإسلام. إذا كان فيني بس أعمل جولة فيها مش أكثر. لا والله ما فيني. ما فيني. بتزعلني؟ ما فيني أنا مأمن على الشقة. هلا ظروفي ما تسمح لي ما عم بدي. لا والله تفضل. شو بتتوقع كان يصير هون؟ ما بعرف. أنا ما بدي هالقد القصة، يعني ما تعظمها. مش فايتة على سجن رومية. والله هيدي الشقة أنا صاروا استأجروها قبل 4-5 سنين. أنت بتصدقي كل ما أجوا لهون راضي بدها تطلع على هاي الشقة بدها تتفتش؟ مخابرات بعضهم عم بيسألوا لهلا كله معلومات مخابرات الدولة كلها ووصانا من وقتها أنه ما بيصير نعطي أي كلمة من المركز يعني المربع الأمني كان هون بس بهالغرفة وليه؟ تمام وشينهم تحت هالبلاص خدوا الشقة. لا شو نحن جايين نزعبكم يا جماعة. روق 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 انت كتير شكلك جبان. روق ماني جماعة جبان ما بعيش بشقة الميتين حبيبي. روق انت قلتيها يعني لساتها قصة حامل من هون فتح الإسلام رموا القنابل على الجيش. هيدا اطلاق النار والأثار بعدها موجودة. شقة الميتين أشهر شقة بطرابلس، هون كان يجتمع فتح الإسلام لا يخططوا وينظموا، هون كانوا يناموا. مسؤول وقائد في فتح الإسلام الملقب بأبو عربي والمتهم بأنه أمير فتح الإسلام طلال رضوان، من هون كان يخطط. شو اسمك؟ اسمي طلال عبد الرحمن رضواني ملقب أبو عربي. شو تهمتك؟ دعوتي فتح الإسلام. الحكم أعدام. فينا اليوم نكون عم نعتبر أنه شقة الميتين هي مسرح الجريمة؟ بتدي شو لها مصلحة فتح الإسلام تسلحكم ببواريد؟ دفاع عن السنة. كيف بدنا نحكي عم نقول بالطوائف؟ ليه ما عم نكون عم نحكي مثل ما هلأ أنا وياك عم نحكي؟ طب مين ما من طائفة ما تعذب؟ وين صار فتح الإسلام اليوم؟ انطفر. انه انت كنت امير بفتح الاسلام. امير؟ لو كنت امير كنت اطلع. صارحني في حدا صار لك زمان ما شايفه عبالك تشوفه؟ اي امي. امك قديه صار لك شايفه؟ صار زمان يعني. تعال هون لوين هربت لحقتك. لا 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 بدي احكيك. لا لا قديه اسمعني طلع فيي طلع فيي طلع فيي أدي عمر أمك؟ مستمعين فوت فوت خلينا نحكي. أدي سنبك مش شايفة؟ أنا تقريبا مشي 5 سنين. طب أنت عندك مشكلة إذا أنا جبت لك إياها؟ أنا بدي أعذبها لأنه مريض رصمة ما يصلها شيء ويبتاح أطرس بسرعة دي حبس بحبس تنس إذا شفتني حتتعب أكثر. ليش هيك معني؟ اسمع مني اسمع مني ما في صار على هالشيء ما بدي شو صار على هالشيء ما بدي خلصت الجلسة. ملك ويلكم تو تبانة. وصلنا على تبانة بيت أهله لأبو عربي. وين؟ نقدم شوية هيدي البنية هيدي البنية
مرحبا. ابو عربي بيت اهله. هون بيت اهله؟ ايه لا بيت امي تعب. يلا بالله. ما حصلش. تكر الباب بعد امرك. تيجي تزيحي؟ طب روحي عند سكر الباب على جوزك. ما معي قنابل ولا معي سلاح ولا من فتح الاسلام. تفضل على بيتك انت بعد امرك. تفضل على بيتك. بدك تفوت ولا تسكر الباب؟ شو قلت؟ بدك تفوت ولا تسكر الباب؟ روحي يلا. لا اسمعي. يا لينا يا لينا يا لينا فوتي لجوزك على الباب. روحي بعدي. قصة قصة الطلاق يا زلمة. اسمك طلال؟ ام احمد. ام احمد يا بركي بتسمع صوتي. ام احمد انا هدى. افتحي جارتك هون. افتحي لي انا حفوت معك. افتحي ما في شيء. لك محمد. محمد افتحي الباب. افتحي بدخل. افتحي ما حد بعد تتك على السجارة. لك هلا لك هلا محمد. محمد طلع احمد. لك ما في شيء ما في شيء. طلع على الفضول. لك افتحي. ما بعرف في شيء رسالة على التليفون. جيت عليا؟ والله ما في. ما كنا بنتعامل. لا كمان هاجي بس ما تحكي. منام؟